يقول سماحة الشيخ: أعمل في شركة اتصالات، وتقوم الشركة بتقديم الرعاية الصحية للموظفين، والصورة هي أن الشركة تدفع 80% من قيمة العلاج والموظف يدفع 20%، هل ذلك جائز؟ إن كان تأمين فهو ما يجوز، أما إن كان يساعدونك على العلاج تدفع بعض التكاليف وهم يساعدونك بالباقي فلا بأس، أما إذا كان هذا من باب التأمين هذا لا يجوز، لأنه تأمين تجاري هذا.